يوم تصوير مشهد الاغتصاب قلتي في تصريح ان هذا هو افضل مشهد في الفيلم. انت عايزه تعرفي ايه بالظبط؟ اللي انت عايزه اللي انت مش عايزه تقوليه. خايفه كشخص عملت من مشيشي. ليه ضايقتك الكلمه دي؟ لو ما عندكيش حاجه حلوه تقوليها لي اقفلي بقك. تقوليش، مش عايزه اسمع انا رايك اصلا. مش هبحكي عن اليسا بشكل عام. هو اصاله صوتها بيزرزع لي بدني.